نصبت الخيمة وأعلنت إضرابا جزئيا عن الطعام، وتقول إنها لن تنهيه إلا بالإفراج عن زوجها. جيفار النمورة معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومضرب عن الطعام منذ 17 يوما رفضا لإعادة اعتقاله إداريا. تقول داليا إنها تريد من هذه الخيمة لفت أنظار مؤسسات حقوقية لوضع زوجها الصحي ولسياسة الاعتقال الإداري التعسفي. بحاول أعيش لو يعني جزء كتير صغير من تجربتهم، وأكيد ما بقارن إضرابي أنا في إضراب شخص بالزنازين مفتوح عن الطعام بدون أي تواصل مع العالم الخارجي في ظروف مش إنسانية. لم تلتقي جوليا منذ ولادتها بوالدها جيفارا، ولم يمنح فرصة لاحتضانها، فهو معتقل منذ 10 أشهر بعد تمديد اعتقاله إداريا للمرة الثانية. يضرب في سجون الاحتلال 17 أسيرا رفضا لاعتقالهم إداريا، ولإبراز قضيتهم والضغط لإطلاق سراحهم نصب عدد من الخيام في مناطق عدة بالضفة الغربية، تضامنا معهم آخرها خيمة زوجة الأسير النمورة. يعني لدينا على الأقل اعتراف من كافة الجهات المختصة أن هناك في تراجع في عملية الإسناد للكثير من القضايا، ومنها قضية الأسرى في سجون الاحتلال، ولكن نأمل أن يكون هناك فعلا مشاركة على الأقل فاعلة. تستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري لسجن الفلسطينيين سنوات عدة دون محاكمة أو لوائح اتهام، ما دفع مؤسسات حقوقية للتحرك والمطالبة بإنهائه. تكاد تتشارك كل العائلات الفلسطينية في مأساة الأسر لكل بيت غائب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتقول مؤسسات حقوقية إنه قد آن الأوان لتحرك رسمي جدي وتضامن شعبي واسع لتدويل قضيتهم والإفراج عنهم. من أمام معسكر عوفر غرب رام الله، يارا العملي، العربي.